بس دقيقه اسمع دقيقه انت رحت بفلوس. احنا دزيناك ورحت احكي شو بتشاي 10 دقيقة احكيون ده يقول مي طيت انا اشتريت مي بس انت الوحيد ده تقول ماكو مي بلا بفلوس والله والله بفلوس راح بتشاي اسمع دب اشتريته دب اشتريته راح وراح راح وراح دب اول ما تدري اشتريته اشتريته ب 2000 والله العظيم بس علي يا استاذ هي بنص المركز بنص المركز ها سجين يخابر ب 25000 لا لا دقيقة اللي اجوا هسه قالوا انا ما احكي دقيقة 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 انا بس دقيقة هسه انا ما احكي انا ما حكيت ما تبنيت قضية اني انا ما تبنيت قضية اجوا قالوا المي انباع هذا كلام صحيح لو لا ما تحكون مو انت قلتون صحيح صحيح اسمع اسمع مو تقول لك مبيع اسمع اسمع تعال اشتريت مي طبيت لي رساله جوا يم امانه بغداد جاي اجيب فطله مي رساله ما بيها مي امانه بغداد ما بيها مي يعني المي وين اشتريت مي والله سياره كانت هنا والله اشتريت مي اشتريت من محلات دبي السلام عليكم عمي عمي شغله واحده بس هسه السياره كانت هنا هاي الحوضيه تطي المطعم المي تطي بلاش الفلوس يجي بلاش بلاش الطار ها بلاش الطار والله بلاش الطار هذا هذا خلف عمي عمي خلف الله عليهم هسه خلف خلف هسه تعال 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 اسمع اسمع دقيقه بس دقيقه اسمع دقيقه انت رحت بفلوس احنا دزيناك ورحت احكي شو 10 دقيقه احكيون ده يقول مي طيت انا اشتريت مي بس انت الوحيد ده تقول ماكو مي بلا بفلوس والله والله بفلوس راح بتشاي اسمع دب اشتريته دب راح وراح راح وراح دب اول ما تدري اشتريته اشتريته ب 2000 والله العظيم بس علي يا استاذ هي بنص المركز بنص المركز ها سجين يخابر ب 25000 بنص المركز هي شغله منتهيه معقوله يجيب بلاش معقوله منطي فلوس منطي يا تبارك عليك منطي قال له روح ايش تسوي عود ما يبلاش هاي دروب تعال حبيبي كمل موضوعك